السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتي تيتي فروجي. اليوم أهلا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نخدم معكم بوني بغرزة جديدة. خدمت بها ديجا السكارف الشال، هذا خدمت بها الشال، وغادي نبدو بسم الله نديرو بهذيك لابوند تاع اللي تجي على دوران الرأس، نديرو عقدة البداية ونخدمو سلاسل، نديرو 12 سلسلة، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ونزيدو وحدة باش يبقالنا، وندخلو في السلسلة الثانية نديرو غرز حشو. غرز حشو هذه 3 نحسبوهم معنا حتى الاخير، انا نكملهم بعد نرجع لكم. ها هي دي بعدا كملتها، نطلعوا بسلسله ونخدموا في الحلقه الخلفيه للسلسله. غرز حشو حلقه سلسله، الحلقه الخلفيه نديروا غرزه حشو في الحلقه الخلفيه بهذا الشكل. نكملها ونعاود نرجع لكم. هادي كملت سطر، نعاودو نطلعو بسلسله ونقلبو العامل تاعنا، نعاودو ندخلو في الحلقه الخلفيه ونخدمو غرز حشو. نواصلو كيما هكا وتحسبو الغرز تاعكم السلاسل اللي خدمتوهم باش ما تغلطوش. حنا نواصلو العمل تاعنا حتى نوصلوا للطول المناسب. شوفوا البنات، هاي هو النموذج، هاي لابوندليت الاستيكي، علاش نخدموا بكروشي صغير. احنا انا غادي نوريكم غير نموذج مصغر، ثم كي توصلوا لطول دوران الراس للشخص اللي باغي تخدموا له البوني حبسوا. المهم انا يعني خدمه، راني خدمه البوني. ها هو وينه، ها هي لابوندليت، ايوا وني خادمة البوني حتى للفوق. انا غادي نوريكم الغرزة اللي خدمنا بها الشعر، غادي نقفلو، غادي نقفل، انا نقفل هذا السطر ونعاود نرجع لكم. شوف بعد ما قفلناها تقلبوا العمل تاعكم، هذا نفرد هذا بوني تاعنا نموذج مصغر. نبدل الكروشي، نروحو رقم 5، نجيبو رقم 5 ونطلعو بسلسلة وحدة ونخدمو نصف عمود، نخدمو نصف عمود في كل سطر. عندنا هذا السطر الباري سطر، والسطر الدخلاني سطر، نصف عمود، عود، نصف عمود هنا، السطر البارز هذا، عود نصف عمود في السطر الداخلاني، عود نصف عمود في هذا السطر البارز، عود في هذا الداخلاني، عاود سطر نصف عمود. انا نكمل بهذا الشكل، هذا البارز شوفوا كيت، انا نكمل ونعاود نرجع لكم. شوفوا البنات ساي كملت، راني في اخر في بدايه العمل، ندخلوا في اول سلسله بدينا بها بالمزلقه، نطلعوا بسلسله ونخدموا في العمود الاول نصف عمود، نصف عمود الاول نديرو نصف عمود، نديرو سلسله مسافه ونخلو سلسله ونروحو نخلو عمود نصف عمود ونروحو نصف العمود الاخر ونديرو نصف عمود، نديرو سلسله مسافه
ونخلو نصف عمود ونروحو نصف عمود الاخر ونديرو نصف عمود سلسله مسافه. نخلو الاول ونديرو في الزاوج نصف عمود سلسله, نخلو وحده ونروحو نصف عمود الاخر ونديرو نصف عمود سلسله, نخلو وحده ونروحو نكمل بهذا الشكل حتى بدايه العمل تاعنا. شوفوا البنات راني في اخر العمل, تبقى لي سلسله نديرو سلسله ما ننسوهاش وندخلو في السلسله الاولى هذه هي وينا السلسله الاولى ونديرو منزلق. ديرو منزلقه في السلسله الاولى ونطلعو نديرو غير سلسله ونخدمو نصف عمود. نصف عمود فوق نصف عمود. عفوا شيت شوية الغرزة راها نصف عمود. ونديرو سلسلة دايما في البداية نديرو سلسلة. دروك راه عندنا نبدو الغرزة تاعنا اللي خدمناها في الشال, ندخلو في هاد الفراغ نجبدو الخيط تاعنا, نعاودو نلفو نعاودو نهودو لهاد الفراغ اللي خلينا تاع السلسلة وندخلو هاك نجبدو الخيط. ممكن نديرو كيما هاكا نعاودو ندخلو في الفراغ هذا موالي ونجبدو له ونديرو هاد الموفمون هاكا نكسلوهم كاع ونخرجوهم ونديرو سلسلة. عند وين حبسنا هنايا نعاودو ندخلو ونجبدو نجبدو شويه الخيط هكا, نعاودو نلفو الخيط ونهودو السلسله هذه تاعنا تاع الفراغ ندخلو فيها, نعاودو نجبدو الخيط تاعنا نجبدوه, نعاودو ندخلو في هذا الفراغ نعاودو نجبدو الخيط كيما هاك. يقولوا عندنا سبعه تاع نلفو الخيط نعاودو نجبدو نبلو السلسله ونعاودو نعاودو ندخلو في المكان اللي حبسنا فيه نجبدو الخيط نعاودو نلفو ونعاودو نهودو المسافة هذه اللي خليناها تاع التحت نهودو عندها نجبدو الخيط نجبدوه كيما هاكا, نعاودو نلفو الخيط نعاودو نروحو لهنا الفراغ الموالي ونجبدو الخيط ونديرو كيما هاكا. يبقى عندنا سبعة تاع العيون هي نجبدوهم كيما هاكا نعاودو نغلقو بسلسلة. هو الموتيف تاعنا عند وين حبسنا ثاني عاود ندخلو ونديرو نجبدو الخيط شغل غادي نديرو بوف وهي معندش, ونعاودو نهودو هاد المسافة تاعنا هادي وندخلو ونجبدو الخيط نعاودو نجبدوه كيما هاكا ونعاودو نلفو الخيط نعاودو ندخلو في الفراغ ونجبدو الخيط كيما هاكا نديرو ونجبدو كيما هاكا ونبلعو بسلسلة. هذا هو الموتيف تاعنا, انا نكمل ونعاود نرجع لكم. راني وصلت لاخر العمل, حنا ما غاديش نبلعو منزلقه بس غادي نخدمو بشكل دائري دائري كيما هكا. غادي نفل هذا وين حبسنا غادي ندخلو نخرجو الخيط تاعنا ندخلو في هذه المسافه التحتانيه ونجبدو الخيط تاعنا ونروحو ديريكتومون لهذه المسافه هنايا ندخلو فيها كيما هاك نجبدوها ونخدمو الموتيف تاعنا. الموتيف تاعنا نغلقو هنا تنجمو ديرو علامه باش باش كي تعرفوا رواحكم راكم واصلين, بصح حنا غادي نخدمو بشكل دائري دائري دائري. عند وين حبسنا هنايا نعاودو نديرو نلفو الخيط بهذا الشكل نعاودو نهودو في المسافة نعاودو نلفو الخيط نعاودو ندخلو بين الموتيف والموتيف نعاودو نجبدو الخيط هاد الشكل كيما هاك نعاودو ندورو ونجبدو ونبلعو بسلسلة نعاودو ندخلو بين الموتيف في وين كملنا العمل تاعنا
نجبدوا الخيط، نعاودوا نهودوا المسافه هذه المفتحه هذه صايي، ما غاديش هكا، نعاودوا ندخلوا بين الموتيف والموتيف فراغ، نجبدوا الخيط تاعنا ها بهذا الشكل ونجبدوهم، نعاودوا نقلب، هذا هو الموتيف تاعنا بهذا الشكل. وهنايا ديروا علامه، علامه هنايا ديروها كيما هكا، تعلموا وتقعدوا كل ما تعرفوا وين راكم حابسين، وانتم غادي تخدموا غير بشكل سيركولير حتى توصلوا للطول اللي حابينه. مهم انا هذا هو البوني، هذا هو البوني اللي خدمته، هذا تاع فتاة عمرها 9 سنين 10 سنين، دوران الرأس نورمالمون يكون من 50 حتى 53، ما توصلوش نتوما 53 هاوينا. درت خدمت هاد هنايا الغرزة تاع إلاستيك هنايا خدمتها وطلعت بالموتيف تاعنا حتى وصلت للطول، قيسه معاكم، طول 22 سنتيمتر، طول 22 سنتيمتر. كي تكملوا هنايا توصلوا للأخير، يعني كي توصلوا للافا، أنا خدمت لكم باللون أبيض باش هكا يبان لكم الموتيف. ندخلوا هنايا باللعب منزلقة ونثبتوا الخيط، نجبدوا نطولوا شوية باش نخيط. شوفوا البنات بعد ما دخلت الخيط في الإبرة تاعنا، غادي تقبضوا نقبضوا البوني تاعنا وندخلوه، ندخلو بشويه في السلاسل كيما هكا بهذا الشكل. نجبدو باش نوريكم، حنا نقعدو نجبدو كيما هكا باش يتلم معانا البوني. ندخلو في الغرز كيما هاك، هذا الشكل. انا باش ما نطولش عليكم غادي كي وصلت لهنايا نعاود نرجع لكم. شوفوا البنات انا وصلت لاخر غرزه، غادي نقعدوا نجبدوا في الخيط تاعنا كيما هكا بشويه، نسقمو ونبدو نخيطو، نحكمو هكا السلاسل مع بعض. سيو كيما هكا باش نبلعو هداك الثقب الصغير. انا نثبته نعاود نرجع لكم. شوفوا كي خيطناه، بعد ما خيطناه شوفوا كي صبح عندنا
درك غادي نديرو لها لو بونبون. بونبون ديجا رانا خدمناه مع بعض هو وينا، نسقه هنايا. درك انا غادي نسقه ونعاود نرده، نعاود نولي لكم. شوفوا البنات، هاني دخلت هذوك الخيطان اللي كانوا في البونبون، نقلبوا البوني باش هكا تشوفوا معايا كيفاش نسقه. ليبرا مازال لاصقه في الخيط، هاو هنا دوك الخيطان تاع البونبون نسي باش ندخل واحد منا، واحد منا باش نحزمه، نحزمه منا تبته هايو. كيحزمناه دروك صاي معنا ما نديرو بهاد الخيطان زوج. نقصوهم، ها هو البونبون تاعنا صاي. نزيد نثبتو شويه من الداخل، نديرو غرزه وحدة هكا، نقطعو الخيط تاعنا. ها هو البونبون تاعنا اللي خدمناه، ها هو. إن شاء الله يكون عجبكم البوني، ها هو هنا. إن شاء الله يكون عجبكم، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.